سيدي الرئيس، أعدمت السعودية منذ آب 2004 حتى تاريخ اليوم أكثر من 500 شخص من 29 جنسية أجنبية مختلفة، 60% منهم واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة، معظمها تتعلق بالمخدرات. قد يواجه أخي حسين مصيرا مماثلا، ففي أيار للعام 2014 اعتقل سلاح الحدود السعودي أخي حسين أبو الخير الأردني الجنسية حينما كان متوجها إلى عمله بالسعودية كسائق عند أحدى العائلات، ووجهت له تهمة حيازة حبوب مخدرة في سيارته بعد شهر واحد من بدء عمله هناك. تعرض أخي إحسان للتعذيب الجسدي والنفسي لمدة 12 يوما من قبل حرس الحدود، وأجبر على التوقيع على اعترافات تحت التهديد. ظهرت أثار التعذيب على أخي عندما زارته زوجته للمرة الأولى بعد سنة من اعتقاله. افتقدت محاكمة أخي إحسان إلى شروط العدالة، فإلى جانب تعرضه لمختلف أنواع التعذيب حرم من الحصول على محامي، وعلى الرغم من ذلك حكم عليه بالإعدام. يواجه أخي إحسان مصيرا مجهولا في السعودية قد يقطع رأسه بأي لحظة بتهمة حيازة المخدرات. فارقت أمي الحياة بحرقة، فقد كانت أمنيتها أن تضم ابنها إلى صدرها قبل أن ترحل عن هذه الدنيا، وتعيش عائلتي يوميا أشد أنواع الخوف والقلق على أن تفقد الأخ والأب والابن بسيف الظلم. سيدي الرئيس، من يسائل الحكومة السعودية عن مصير أخي ومئات المعتقلين بتهم مخدرات، معظمهم من العمال الأجانب الذين يرتخون تحت وطأة الظلم وغياب العدالة، فيما تقف قنصليات بلادنا متفرجة على الانتهاكات التي يتعرضون لها؟ فمن يضمن لهم محاكمات عادلة؟ ومن يحميهم من القتل بسبب تهم أثبتت تحت التعذيب؟ شكرا سيد الرئيس.